مرحبا بكم الوصفة الثانية. الوصفة الثانية غادي ندير ميلفاي كي قلت لكم. بالنسبة للميلفاي ديجا واخد انا لاباط صراحة كان عجز مصابة لانها كتاخد وقت طويل وفيها قوت تمارة، دونك واخدها انا ديجا واجدة. اون اتندون غادي نوجد لا كريم باتيسيير اللي غادي ندير فيها اللي غادي ندير لها اللي غنعمر بها الحلوه. دونك درت عندي هنايا 5 ديسيليتر ديال الحليب، 500 مليليتر ديال الحليب اللي غادي نسخنها نطفيها على 37 دوغري. غادي نحتاج عود ديال الفاني، غادي نحتاج ديسيليتر سكر، غنحتاج نشا جوج معلقات كبار، ونحتاج طحين جوج معلقات كبار، و 6 ديال الصفار البيض. دونك غادي نسخن الحليب، غادي ندير فيه غادي نحل هاد العود الفاني وغادي نحكو وغادي نديرو في الحليب. دونك فوالا الحليب راه سخن ليه، غادي نقص عليه شويه باش ما غاديش يتحرق. كي كتشوفوا الفاني ها هو حليتها، غادي نزول داك القلب ديالها هكا بالسكين براس السكين بحال هكا، وغنديروا في الحليب بيان سور يغلي مع الحليب. الحليب خصو يغلى، وعلى ما يغلى لي الحليب غادي اون اتوندون غادي نمخد السكر والبيض. دونك الحليب ها هو عندي كي غادي خليته غادي يسخن، خليكم نوريكم. هكا على ما كيغلي نخليه فوق العافيه كيغلي. اون اتوندون على ما يغلي لي، اون اتوندون على ما يغلي غادي نخلط السكر بالمايزينا وبالطحين، وغادي نحرك هاد البيض، غادي نخدو. دونك فوالا خلطت الطحين بالسكر والمايزينا، دابا غادي نبدا نمخد هاد البيض، وشويه بشويه غنزيد هاد الخلاف اللي عندي. غادي نزيدو شويه بشويه، انا كنخلط. دونك فوالا الحليب ملي غلى لي دابا غادي نزيدو وانا تنحرك، غادي نزول داك العرش ديال الفاني وغادي نزيد وانا تنحرك. شويه بشويه من واش الحليب كامل شويه بشويه.
الله غادي نكمل على هذا الشكل. دابا غادي نهز الكرونه نقيه باش غادي نولي نخوي فيها هذا الخليط هذا باش غادي يعقد، غنديرو فوق العافيه باش غادي يعقد. من الاحسن من الاحسن نستعمل الى عندك شبكه باش تصفي بها هذا الخليط ملي تكون كتقلبو في الكاسرونه. دونك فوالا، غادي نقلبو في الكاسرونه اللي غادي نسخن على هاد الشكل هذا. فوالا، وغادي نرد هذا الشيء على السخون مع التحريك حتى كتعقد ليه، حتى داك الخليط كيعقد. شوفوا دير على عافيه مهيله، كي كتشوفوا على صفيتو باش كنزول داك المخاطط ديال العرق ديال الفاني اللي طاحوا اللي خلاص بقاو في الخليط. دابا غادي نبقى بحال هكا مع يدي ويد تتحرك حتى كيعقد لي هاد، حتى كتعقد كتولي اون كريم، ومنين تعقد غادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد. دونك غنبقى على هاد الطريقة حتى تعرق، حتى تعرق حتى تعقد ونرجع لكم. دونك هيا عقدت كي كتشوفو. دابا غادي نغطيها ببلاستيك وغادي نديرها تبرد، و اون اتوندون على ما تكون كتوجد غادي على ما تكون كتبرد غادي نوجد لاباط ديال الميلفي ديال الميلفي. خليكم معايا غادي نكمل معكم من دابا شويه غير نجمع هاد الروينه. دونك فوالا، دابا غادي ناخذ لاباط اللي قلت لكم، لاباط فريتي. هاد الباكي عندي 400 غرام، كان خصني نخرجها نتلاجها كلها عامره كلها. مبقاتش قاصحة، كيخص نورمالمون يتجبدها من التلاجة كيخص تخدمها. هاتي شندير غنجبد الأخرى اللي عندي هنا، هادي غنخشيها في التلاجة تبرد. شوية باش نجمع راسها. هيا لاباس لي عندي وحدة ديجا كيف تشوفو.
كنت هاي ندير فيها الدرهم الكوفي بحال هكا. دابا هادي راه مطلوقه عندي كيف تشوفوا السمك ديالها هو هذاك، ما نحتاج لا نطلق لا حتى شي حاجه. غادي نتكها بالفرشاطه، باش قلت لكم انا سهله كتجي هكا تشريها واجده كتجي سهله. كنتكها بالفرشاطه باش ما كتعلاش كتبقى هكا السمك ديالها. المهم كنبقى هكا غنكملها كنتك تك. غادي نكملها كلها بتتقاب باش نحشيها الفران. بحال هالطريقة شفتيو بحال هكا. دابا في الويكاند كيمشي لي غير بحال هكا، كانت شي حاجة كنبغي نديرها ولا حتى ملي كتبغي مثلا تمشي عند شي واحد ولا ما كتبغيش تمشي بيديك خاوين ضروري كيخصك توجد شي حويجة تديها في يديك. انا ما كنبغيش ندير كاطو د الزنقه ما كناكلوش، باسكو ملي كناكل شي كاطو ديال الزنقه كيدير لي حرق في كلشي، دونك كلشي خصني ماكله ديال الدار، اي حاجه كنصاوبها في الدار. نكمل على هاد الطريقه ونرجع لكم. دونك ها نتوما يلا خرجت الاولى من الفران سخونه 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 سخونه. غادي نحطها تبرد، غنخليها تبرد تما وغادي ندير الثانيه غنديرها في نفس البابي غنديرها ونحشيهم في الفران عاود باش يوجدوا لي. كياخذوا شويه الوقت هما في الفران، راه بالضبط خليتها 15 17 ممكن ثانية. دابا غادي نوجد هادي، ايوا الله يخلينا الصواب. كنجلس هاد الويكاند كنجلس كنخصنا غير ما ندير ها جينا ها طياب ها كاطو ها باش نتلف الوقت. كما عارفين ما فين ما يتعب دابا مع كورونا، ما عندي صراحه حتى شي واحد، ما بقى لي حتى واحد هنايا. عندي واحد ماما راه كتسات ديما كتفرج فيديوهات ديالي، غنقول لكم واحد ماما حمقه واحد. دابا واش كاين شي واحد كيخلي السويد يمشي يرجع يعيش في المغرب بيني وبينكم؟ سمعني كنقولها غتصبق عليا. تحياتي ماما من هنا اللي كنضحك معاك راكي عارفه، والله ما نكذبش عليكم المغرب زوين. يعني المغرب الا الواحد عنده خدمته، ديما كنقولها الا الواحد عنده خدمته ودارو حيتاش ما حسن من المغرب ان الواحد يعيش فيه. هي اوروبا فيها الامان وفيها بزاف ديال الحوايج يعني بوزيتيف، ولكن فيها بزاف ديال الحوايج نيجاتيف، زعما ماشي كلشي مزيان، كاين نيجاتيف وكاين بوزيتيف. المغرب المغرب زوين بزاف طبيعته وناس، وانا انا كنحمق على الناس بالمغرب، الكرم والظرافات وكيقول لك كيقولها لك في وجهك، تكون طالع له في راسو كيقولها لك في وجهك، ماشي كيخليك كيمشي يهضر لك بظهرك بحال هنا مثلا. انا الصراحه كيجوني هاد الناس هادو
que je mets qui je mets puisque واخا دابا شحال من عام وانا عايشه هنايا يعني لا بلوبار كيقول لك اه دابا انت رجعتي وحده منا ولكن لا لا خدت بلادي وناس بلادي شحنتو ما جات هاد لاباط جات في شكل خصني نديرها نفس الطول دابا انا غنبقى كنلعب شويه هنايا ما تجيوش عليا غنحاول انا نديرها نفس الطول والعرض باش تجيني بحال هادي كي قلت لكم هذا المغرب زوين بزاف خاص الا الواحد عنده دار وكي قلت لكم عنده خدمته ما يحتاجش زعما ما يحتاجش يفكر في اوروبا اوروبا يعني ما زايداش على المغرب شي حاجه زايده عليها شي حوايج يعني حتى الامان بحال حتى الامان ما بقاش كيف تقولوا شحال هذيك الامان دابا ما بقاش الامان بزاف حتى هنا كيوقع بزاف ديال لي زاغاسيون كيوقع بزاف ديال الحوايج خايبين دونك حتى الامان ما بقاش بحال دابا انا اون فام ما نخرجش في الليل ما نخرجش في الليل بوحدي واخا ما عرفتش شنو طرا دونك فوالا لي بات وجدو الوراق وجدو غنخليهم يبردوا دابا غادي ندير ذوب الشكلاط دابا غادي ندير الكلاصاج الكلاصاج غادي نديرو بسكر كلاصي والماء ما عندي قياس غندير عين ميزاني داك الكلاصاج اللي غادي يغسل الحلوه غادي نبقى نزيد الماء ونخلط نتوما كتشوفوا بحال هكا حتى نحصل على الشكل اللي انا باغيه باش غادي نزوق الحلوه من فوق نعقدو بحال هكا كمل حتى كيشد راسو يقصح لي باش غادي نزوق به الحلوه من الفوق سو دونك بحال هكا كتشوفوا هذا هو الكلاصاج اللي غادي ندير من الفوق فوندون بلون غادي نشوف على حسب الكميه اللي غادي نحتاج المهم انا غادي ندير هذه الكميه هذه وغادي نشوف واش غادي تكفيني ولا خصني نزيد دونك كي كتشوفوا هكا كيجيني على هذا الشكل هذا دابا غادي نخليه على جنب وغادي نبدا نصوف ندير في لي بات فيلتي ونطالي لا كريم دونك فوالا غادي نبدا هاد لا بات الاولى كانت معتبره لا بات الثانيه اللي داك هذيك المستطيلات ما زويناش دونك عرفت ان لا بات مي تختاروها اختاروا هذيك اللي مستطيله طويله ما تبقاش تختاروا هذيك بحال اللي كتلعب المهم كي كتشوفوا لاباط الاولى جاتني غزاله هي اللي غادي نحط في القاع باش غادي ندير فوق منها لا كريم باتيسير غادي نأتالي كي كتشوف لا كريم كندير بزايد ما تمقشش باسكو هي اللي كتجي عطينا داك المذاق ديال الميلفاي زوين دونك هاكا مزيان تجي وافيه
قال كنقبل والله العظيم والله العظيم سي تري بون كتشوفوا مين تشوفني كنقب عرفوني داكشي عاجبني نكمل بحال هكا صافي عمرها بحال هكا باش تجيني جديده هي لا بات زوينه هي لا بات تري تري بون جديده بزاف لا بات اصلا عندي انا لا كريم بزاف دونك خاص نعمرها مزيان ندير طبقه تكون زوينه حطيت على السخونيه خاصها تكون بارده باش تبقى شاده راسها بحال هكا غادي نكمل من بعد ما نحشيها في التلاجة راه غتزيد تجمع راسها حيت ملي كتسالي كتحشيها في التلاجة نزيد واحد شويه انا فات بارك الله لا كريم جات بارك الله كثيره دونك ما نتسقرمش كل ما كانت لا كريم كثيره كل ما تجي بنينه دابا نزيد هاد لا دونك غادي نكمل ما عرفتش علاش الكاميرا طفات غادي نكمل هاد شويه اللي بقى لي غادي نزيدو ومن بعد غندير لاكوش الورقه الثالثه ونخليها تبرد واحد شويه باش من بعد ندير الكلاصاج ونديكوريها خلاص فوالا كلي وليت كريم دونك فوالا غادي نزيد لا كوش الثالثه من الفوق بحال هكا و صافي دابا غادي ندير الفوندون من الفوق كتشوفوا كي جا نطاليه وندخل الثلاجه باش يجمد خاص ملي تكون تدير الفوندون خاص يديك تخفف شويه باش ما يقصحش على كاوان فوالا على الشكل هذا دابا من كملت هاد الفوندون غندخلها للثلاجة باش يجمد يبرد هاد لو فوندون يقصح باش نحط فوق منو الشكلاط حيت الا حطيت فوق منو الشكلاط دابا سخون كلو غادي يدوب اللهم خصني نخليه يبرد شوية وعاد نديكوريها بشكلات كحل دونك فوالا كي
كيفاش تشوف هكا دابا ندخل الثلاجه تبرد ونرجع باش نوريكم مي غنحط فوقنا الشكلاطون ديكوريها و التقديم ديالها المرحله النهائيه فوالا يلا خليكم معايا دونك دابا غادي نشطو حشيتها في الكونجيلاطور واحد شويه على مدار داك على مقصح شويه داك الفوندون دابا غادي ندير الشوكولا نواغ بيه غادي نزوق هو الصراحة قوة ما دايب بزاف كيمكن لي غير هو ما يجيونيش مقادين نحاول ندير بيه غير هكا وصافي دونك فوالا ذوقتها كيف تشوفوها انا درت لها الديكور من هنا ها نتوما كتشوفوها هنايا كي جات غادي نديرها دابا في الثلاجه حتى تبرد وعاد غادي نقطعها دي مورسو من بعد كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم كيف تشوفوا شويه فيها تمام ماشي تمام مش فيها شويه ديال اللعب ولكن تستاهل